وإلى تفاصيل هذه النشرة. وفيها قال المستشار محمد عبد المحسن منصور رئيس نادي قضاة مصر إن جميع الخيارات مفتوحة أمام القضاء بشأن عدم المساس باستقلال القضاء، مبديا تعجبه من توقيت تمرير قانون السلطة القضائية والموافقة عليه من جانب مجلس النواب دون الأخذ برأي القضاء، واصفا ذلك بالإهانة غير المقبولة للقضاء ويجب الاعتذار عنها، فيما تصاعدت الأزمة داخل مجلس الدولة وسط تلويحات بمخاطبة الرئيس السيسي للتدخل لحل الأزمة التي وصفها قضاة المجلس بالمفتعلة وغير المبررة وستدخل البلاد في نفق مظلم. للتعقيب عما لدينا من موضوعات، يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو سيادة العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية. أهلا وسهلا. أهلا بيكم. طبعا ليس من الجميل أن نرى مثل هذه الأزمة وتحديدا القضاء المصري من القضاء الشامخ، نريد الأمور مستقرة ولكن هناك صدام تشريعي قضائي فرض نفسه على الساحة. هل تتوقع بأن الحل سيكون بيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كما ذكر الخبر؟ هو ده من مهام رئيس الدولة دستوريا ان هو يتدخل. هو طبعا رئيس الجمهورية على رأس السلطة التنفيذية، ولكن هو المسؤول واقسم على ان يحترم الدستور والقانون، وهو مسؤول عن اي صراع يحدث ما بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية. انا اتفق تماما مع معالي المستشار رئيس نادي القضاء، وخاصة ان الدستور كفل الحق لجميع النقابات المهنية ان تشارك في اي موضوع يخص تشريع الاطباء، تشارك المهندسين، تشارك فيما يتعلق بالتشريعات اللي بتخص او بتنظم مهنة ما. فاعتقد واضم صوتي لصوتك ان القضاء المصري الشامخ هو حصن وامل لنا جميعا طبعا، سواء كنا افراد او مؤسسات. واعتقد اننا يعني كل المؤسسات وكان على راسهم القضاء طبعا، قوات المسلحه والشرطه اللي كان لهم الدور الاكبر في الاعمده التي حافظت على هذه الدوله سواء في ثوره 25 يناير او في ثوره 30/6. فما يكونش يعني هذا من نحترم طبعا السلطه التشريعيه والشعب الذي انتخبها، ولكن علينا ان نعود للدستور لكي يحكم بيننا، وخاصة أن إن حدثت مناكفات ما بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية أعتقد ستدخلنا في نفق يعني أكثر إظلاما مما ربما نكون قد شاهدنا في سنوات سابقة.